مساء الخير، أهلا بحضراتكم في كل الزوايا مع سارة حازم. لا خطر طالما نمضي، الخطر كله إذا توقفنا. من أجمل العبارات العبقرية للأديب الكبير الراحل الأستاذ جمال الغيطاني، واللي بيعد من أشهر مراسلي الحرب في مصر. النهاردة ذكرى مولده بالمناسبة، ولو كان معانا وكنا طلبنا الاستعانة به لاختيار شخصية هذا الأسبوع لقالها بالفم المليان: المفاوض المصري. وأقدر أقول أنه طالما المفاوض المصري يمضي في جهوده فلا يوجد خطر على مصر ولا على فلسطين ولا على المنطقة. طب ليه المفاوض المصري هو شخصية هذا الأسبوع؟ وليه النهاردة على غير العادة بدأنا بشخصية الأسبوع في كل الزوايا؟ الإجابة مش في الأسبوع، الإجابة في السنين اللي فاتت، اللي قدر المفاوض المصري أنه يمنع المنطقة من حرب شاملة وواسعة في دول كتير كانت أقرب أنها تدخل هذه الحروب. المفاوض المصري دافع عن الأمن القومي المصري ببسالة، دافع عن القضية الفلسطينية بأمانة وشرف، وقدر زي ما قلت لحضراتكم يجنب المنطقة ويلات حروب ومحرقة كانت ممكن تتسع بشكل أكبر وتحرق الأخضر واليابس من أطراف متعنتة وتقدر تقول متطرفة. ولكن بحنكة وحكمة المفاوض المصري كانت دايما هي الصخرة التي تتحطم عليها كل أوهام التطرف والتعنت. ده كان ظاهر وواضح في المفاوضات الجارية الآن. المفاوض المصري باله طويل لأنه مخترع الصبر الاستراتيجي، ودايما عنده ورقة بديلة في يعني هذه المفاوضات، ودولاب الأزمات عنده مليان حلول. هتيجي من هنا، هيجي لك من هنا، من الآخر مش هتعرف تلف وتدور عليه. ولكن خد بالك، المفاوض المصري على قدر ما هو حكيم، لكن وقت ما أي أفعى تفكر أن تقترب من الأمن القومي هيقدر المفاوض المصري أنه يقطع رأس هذه الأفعى ويقلب السحر على السحر. كنا بنتابع مسار التفاوض الجاري خلال هذا الأسبوع، خلال الأسبوع الماضي، بشأن هدنة غزة، وبننتظر طول الوقت باهتمام المصادر اللي بتتحدث لقنواتنا الإخبارية وبتنقل للعالم كواليس ما يجري في الغرف المغلقة في جلسات التفاوض، واللي حقيقي كانت مشرفة جدا، مشرفة لما تجد أنه فنون التفاوض في بلدك، في أرض بلدك بيتم تدريسها. علشان كده زي ما بقول لحضراتكم، شخصية هذا الأسبوع في كل الزوايا المفاوض المصري.